قصرت على الملايين كيف تكتشف العسل الأصلي من غير الأصلي في 15 ثانية. اسمه كريم نايف نيوف 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 الله يرفع عمرك. طبعا طريقة كالتالي: بالمنديل أو بكأس ماء. إيه كم مشتري إنك تضمن بضاعتك كل تشتري أكيد زي الحين بضمنك بإذن الله. أبى أعلمك طريقة وراح تدعي لي بإذن الله. بدعي لك بدونها ما يحتاج. يلا ولنا بخليك تختار أي واحد من نوع العسل عشان أجرب. أبي جبلي. جبلي إيه أبشر. شوف الجبل ما شاء الله تبارك الله. نأخذه بالملعقة. إيه تمام حلو. ونزله على الفاني. ما طاحت. أصبر. مو منك طعي أبوي بقعد شهر. يلا خلاص قلبها زرتخة. طبعاً الفاين جعل ربي يسعدك. إيه. مكون من كم؟ انطبقتين صح ولا لا؟ أي. المس من هنا بيك تحط يدك هنا. نزل شيء؟ لا. ممتاز. أي. نزل؟ لا ما نزل شيء. ممتاز. هذه الطبقة الأولى. هذا شلت الطبقة الأولى. طيب. شلنا طبقة المنديل الأولى هذه الثانية. المس هنا نزل شيء؟ لا. هذا معناها عسل أصلي 100%. يا أكثر من 15 ثانية خذينا. لا 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 أمزح أمزح. لا صدق والله جد تتكلم كذا يعني خاص حصلي 15 ثانية. طيب أعطيك الحين عشان أمثل عشان لا لا أمثل لك الآن. هذا المنديل حطنا عسل قبل شوي. أنا حطيت الآن قطرة موية. حلو. نزل ولا ما نزل؟ شوفها شوفها أصلاً. لا إيه نزل ولا ما نزل؟ نزل. اللي هو نزل. طيب معناها هذا العسل إذا نزل هذه موية مو بصلية صح؟ لا لا الطريقة هذه ما هذه طريقة تستكشف العسل الأصلي من غير الأصلي. هذه الطريقة الأولى. الله يبيض وجهك قاعد تعلم متابعين ذي الأشياء. آمين. شو الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية. إيه. الطريقة الثانية تأخذ مقدار عسل. إيه خلهم يستفيدون والله. تنزله في نص الكاس. شوف في نص الكاس. نزل وين الحين؟ نزل تحت مرة. ممتاز. ما جاء شيء فوق. لا مهيب على اللي فوق. الكلام هنا انتشر ولا ثابت في القاع. هذا ما يتبين الآن. دقيقة معليش. إلا والله ثابت. ثابت. العسل اللي مو بأصلي خاصة المغشوش أو المشرب بالمواد العسل الطبيعي يكون ثابت في القاع سبحان الله العظيم. مو بيقعد يحومي. لا 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 حتى في نفس القاع يعني اللي حطيته. لكن إذا انتشر يمين ويسار وبدأ يطلع هذا معناه أسرع حركتين لاكتشاف العسل الطبيعي من غير الطبيعي. يا اخي يلعبون علينا يقولون ما يدنا اذا شو اسمه هذا في كثير من الطرق لكن بتجهل الكثير واللي يقول انك تاخذ ولاعه ثم تحرقها اذا قام يطشطش صحيح بس صدقني شوفي تقعد تجيب قدام راعي المحل